طيب كمان عايزين نبارك لطبعا كابتن ياسر لبيب، طبعا طبعا يعني طبعا. يعني طبعا عريس ورئيس ايوه رئيس القطاع والمسؤول عن كرة اليد في النادي الأهلي، بنقول له كمان ألف مبروك كابتن ياسر. طبعا. حالا هو معاك طيب حالا. كابتن ياسر، الو، كابتن ياسر ألف مبروك، الله يبارك فيك. ازيك يا كابتن هاني؟ أهلا بيك طبعا، منورنا وصوتك منور على شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامج المحترف. وهاخد من كلمة المحترف إن ما شاء الله ملف كرة القدم في النادي الأهلي بيدار باحترافية كبيرة تحت طبعا إشراف حضرتك. شفت المكسب ده قد إيه مهم لفرقتنا النهاردة؟ لا تاني ما سمعتش كده بعد اذنك. طبعا أنا بتكلم على أهمية الفوز بهذه المباراة الكبيرة، وكانت وملف كرة اليد بالنسبة للنادي الأهلي ماشي بشكل أكتر من رائع تحت طبعا إشرافك، لكن كان مهم جدا النهاردة الفوز في هذه المباراة. شفت المباراة دي إزاي؟ والله طبعا الحمد لله، يعني بالنسبة لإدارة الملف نفسه احنا ماشيين كله بالتوازي، يعني شغالين تحت وفوق والحمد لله، بنحاول نطور في جميع القطاعات طبعا. لكن مباراة النهاردة كان ليها أهمية كبيرة، وخاصة بعد الإخفاق اللي حصل في تونس. صحيح وطبعا يعني رغم إن الفريق قدم مباراة كبيرة قدام الزمالك في السيمي فاينال، ورغم إن احنا فزنا على الفريقين اللي فازوا بالبطولة سواء الترجي أو الأفريقي، ولكن الفوز النهاردة ده كان ليه يعني طعم تاني وليه أهمية كبيرة معنويا أكتر من أي حاجة تانية. أكيد أكيد. الدفعة بتاعت النهاردة دي ممكن تخلينا إن شاء الله نروح لأبعد من كده. النصف النهائي بالنسبة للمونديال كرة اليد هنلاعب مين إن شاء الله في النصف النهائي يا كابتن؟ احنا هنلعب لسه السيمي فاينال مع ماكتبورغ الألماني. الألماني أكيد طبعا، على مستوى ألمانيا كمان كرة اليد والأندية الألمانية في كرة اليد مستواها كمان مستواها رائع أكيد. والله يا كابتن احنا النهارده فرقة بنفيكا دي بطل اوروبا، يعني بطل ال بطل أوروبا كلها اليوروبا ليج صحيح، وعندنا برشلونة بطل أبطال الدوري الاوروبي، وكيلسي فرقة كبيرة جدا. فاحنا النهارده الخطوه اللي خدناها النهارده دي يعني ان احنا نفوز على بنفيكا واحده من ابطال اوروبا، دي حاجه كبيره جدا. يعني يعتبر احنا الفريق النادي الاهلي والفريق الوحيد اللي من خارج اوروبا في المربع الذهبي لكاس العالم في كره اليد للانديه، دي حقيقه. ده طبعا كمان شرف وحاجه لازم نكون فخورين بيها. والنادي الاهلي الوحيد النادي العربي ضمن 3 فرق على مستوى اوروبا. ان شاء الله باذن الله نوعد جماهيرنا بكاس العالم، نوعده بالميداليه الذهبيه ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله ربنا ييسر، يعني ان شاء الله نكسب بس الماتش الجاي ان شاء الله خطوه خطوه و... اه بالظبط كده. خطوه والله خطوه بصراحه يعني هم الولاد مركزين وهم يعني وعندهم حماس كبير ان هم يوصلوا لابعد مدى ان شاء الله. لا ان شاء الله. واحنا كمان من خلال برنامج المحترف بنقول لكم الف مبروك، ووصل مبروك ديت للعيبه، وقول لهم منتظرين كمان ان شاء الله الافضل والوصول للمباراه النهائيه. الكابتن ياسر بنشكرك شكرا جزيلا، الف مبروك الف مبروك ليك، وتحياتي تحياتي للبعثه كلها، شكرا جزيلا وبالتوفيق. ان شاء الله. شكرا يا كابتن. شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا.